أحد المعطيات الكبار التي كانت عند الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والتوكل على الله جل وعلا. شوف شوف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال إبراهيم أو قال ابن عباس كما جاء في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شوف وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من حسبنا الله ولدت وأخرجت من حسبنا الله، من حسبنا الله جاءت تلك النتائج الكبار لإبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لمحمد عليه الصلاة والسلام والصحابة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، تجمعتم وجئتم من كل حدب وصوب والله لن تصيبوا محمد حتى إذن الله الذي في السماء. الله أكبر، هذا هو ربنا سبحانه وتعالى، فما أعظم الله وأجله. ولذلك أيها الأحبة شوف يعقوب، يعقوب لما قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، كما ذكر هذا ابن جرير في تفسيره، وذكر هذا أيضا يعني غير واحد من أئمة التفسير الله يرحمهم، بأن وقد ذكر هذا جماعة من أئمة التفسير أن يعقوب إنما قال هذا يعني لا تدخلوا من باب واحد كلكم تفرقوا خوفا على أولاده من العين، لما دلهم على السبب نبأهم أن الحفظ الأكبر من الله، وإن فعلتم الأسباب فإن الأسباب إنما هي أسباب والله بيد كل شيء، ولذلك قال لهم إن الحكم إلا لله عليه توكلت. شوف شوفوا يا أولاد عليه توكلت، ترى أنا قلت لكم افعل الأسباب، لكن حذريك أن يغيب عن قلبك أن تعتمد على الله حتى وإن كنت في بطن السبب.